إذن أخي المتتبع سلام الله عليك، تحية لكل المتتبعين الكرام. اسمحوا لي عيان شي شوية، ولكن هذه قصة لنا بدا أن الواحد يخرج واخا يكون مريض باش توصل الرسالة، لأن ما آلت به الأوضاع وما يصلنا من 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 حالات إجرامية اللي كتوصل حتى للقتل ما بين أحباء الناس اللي كيدعيوا الحب والعيش الرفيه. أن واحد باش أن يجي اليوم نسيب سيدي غادي يقول لك راجل بنتي قتل بنتي وما راح معاش، وبنتي مازال صغيرة وبنت المغرب العميق، راجل اللي تلفها ما في الرباط تيدور ما بين المحاكم والإدارات العمومية، راجل اللي ما قدرش ينعس لأن الله يحسن العوان بنته. تنتمنى كل واحد فيكم أنه حتى هو يعتبرها بنته، أولا لأن واش هذا الراجل اللي هو واحد النهار غادي يدور في الرباط تلف هنا في السناقي ديال الرباط داير من محكمة لمحكمة ما عارفش فين يضرب الراس. هز واحد الملف بسيط إخواني في هذا الحال، في هذا الجو اللي كنعرفوا بأنه بارد وجالس مسكين من جردة لجردة تيستنى النهار اللي غادي قلت لك الأمنية ديالي أن باش تشد الحق ديال بنتي. بنته مازال صغير. سلام خويا بخير. بنته مازال صغير. شحال في عمرها؟ البنت في عمرها 21 سنة. مات على 21؟ مات على 21 وخلت ثلاثة الأولاد حتى واحد ما قد عمرها. سكينة المغرب العميق، سكينة المغرب العميق. عندها 21 عام. والدة ثلاثة. والدة ثلاثة مسكينة. علاش تزوجات على 18؟ تزوجات على 15 سنة. على 15 سنة. هذه رسالة لكل أب، هذه رسالة لواحد أنه ما يلوحش بنته للتهلكة. والله العلي العظيم وأنا أتكلمت معكم بكل عفوية. شحال من مرة كتلقى مرة غادية مع بنتها وكتلقى مع جارتها وكتقول لها والله يجيب لي يسترها، حيلة زعما أن بناتنا ولاو عاهة على العائلة. أن فهم على البنات أنهم تا هما يترجلوا ويقراوا ويفرضوا رؤوسهم. شوف دابا اوروبا كتلقاها هي خدامه فارضه راسها والاخر خدام فارض راسه، ولكن للاسف الشديد حنا الراجل الا خدام شوف فين كتوصل المراه معاه. ما تنعممش، ولكن هذه قصه من الواقع لراجل دابا في هذا البرد. انا براسي ولا برد شاد فيا السخانه، وزاد هذا البرد هذا قهرني كاع بزاف. ما بالك بهذا الراجل اللي بغى يدور وغادي يبدا يدور في الرباط فوقاش يلقى شي ضمير حي اللي غادي يوصل هذه الرسالة. رسالة قوية وقاسحة واقعة دابا دابا فين؟ في النواحي التنغير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شريف منين جيتي أنت؟ جيت السي حميد من مسمرير، من جماعة مسمرير، قيادة مسمرير دوار وسيكيس. نعم. وقعت لي الواقعة في بنتي ودي المتفرجين الأعزاء، وقعت لي الواقعة صدماتني هذه عام وزيادة. بنتي مقتولة وقالوا لي راه تعلقات. لا شنو وقع؟ عاود من الأول شنو اللي وقع؟ كنتي جالس بخير وعلى خير؟ اللي وقع شفت بنتي يومين قبل الموت ديالها وقالت لي راه غادي تجي. لا الحاج الحاج باش حتى المسؤولين يعرفوا، أنت جا واحد السيد خطب بنتك. ايوا بدا من تما. جا السيدة سيدي خطب بنتي تزوج بها مدة خمسة ستة سنوات، وكنسولها كنقول لها واش ما عندك مشاكل معاهم؟ قالت لي ما كاين حتى مشكل. واحد المدة واحد النهار تعيطوا عليا فاجئوني بهذه الهضرة، قالوا لي بنتك راها مقتولة راه قاتلة راسها. جيت انا كنجري لقيتها دايرين ليها الكورده من واحد الباب ديال جوج مترور كابيها قربوا يوصلوا الارض. الموت هادي ما قديت نتهم حد، ما قديت نظلم حد. تسنيت انا السلطات باش يبينوا الحق باش يعمقوا البحث، وللاسف داكشي كله قال لي المسؤول الكبير في مسرح الجريمه، قال لي يا راه بنتك راه ماشي قتل راسها راها مقتوله. مسؤول كبير ومستعد انا نصرح به. قال لي في البلاصه بنتك راه المعلومات ديال هادشي اللي كيقولوا هاد الناس راه ما فيهاش، راه عينيها ما خارجينش، لسانها ما خارجش، رجليها ما داروش الفروطاج في الارض، راه البنت ماتت عاد تعلقات. هي هذيك دينا الجوته. قال لي مول لافيلونس، قال لي 40 سنة هو خدام في لافيلونس، قال لي الحالات بحال هادو راه كنديهم ديما الورزازات. صدقنا حنا ديناها للقلعة، ديناها للفريكو ديال القلعة،
ساعتين وحنا كنتسناو المسؤول باش يحلوا علينا. دخلنا الجوتة، خدموا الفريقو، مشينا بحالاتنا، قالوا لك سيروا حتى تعيط عليكم النيابة العامة. مشينا سيدي مدة 3 أيام عيطوا عليا، قال لك غاتجي باش تمشي مع الجوتة لمراكش باش تفحص. جينا لقينا الجوتة عاطية الريحة، الفريقو طافي، على ما قال لي مولا بيلانس. دينا الجوتة باش تفحص، قربنا لمراكش حبسوني تما، قال لي مولا بيلانس راه قالوا لي غادخل لواحد السبيطار فايتورير. دخلنا للسبيطار ديال ايتورير، لقينا واحد طبيبه تما من الاصل لبناني، بغاو يدخلوا الجوتة. قلت لهم بلاتي وراه بغيت نشوف الطبيبه، ما بغاتش تقبلني في الاول، في الاخر ولات استقبلاتني. دخلت عندها قلت لها لا الله يجازيك بخير، انا راه عندي شفات الشهاده في هذا الموت هذه، راه كان طالب الخبره الدولاتيه لبنتي، بغيت انا شي النتيجه اللي غادي تقنعني من هذه المشاكل كامله. راه هذا الشيء فيه اليتامه، فيه بزاف، حيت المرحومه مخليه 3 اليتامه، البنت الكبيره 6 سنين والصغيره 4 سنين والدري ديال 5 شهور. حتى واحد ما يقدر يمشي للطواليت حاشاكم الا ما داش شي حد. وهي هذيك من بنتك ديك الساعه راه ميته في الامبيلونس. ميته ودينا وراجلها جا معاك؟ لا ما جاش معايا. دابا راجلها هذا ملي ما جاش كاع معاك؟ راجلها ملي انا رجعت الجوتة ودفناها مشيت. لا مازال بلاتي كنتي غادي داي الجوتة باش للتشريح، شنو يوقفوك في الطريق؟ مشيتي غير لواحد السبيطار عادي؟ مشينا مولا بيلانس قالوا له غادي تدخل السبيطار ديال ايتوري، السبيطار عادي. دخلنا للسبيطار ديال ايتوري، لقيت هذيك اللبنانيه تما، قلت لها ودي راه بغيت شي نتيجه اللي غتقنعني، راه عندي فيه عندي شك في هذا الشيء هذا، وانا مصدوم ديك الساعات ما عارف اش غادي ندير. وقالت لي انا خدامه مع النيابه العامه، ما خدامش معاك انت باش تبقى تشرط عليا، كل شيء عندي، عندي الخبره الدولاتيه، عندي كل شيء. هي هذيك مع الريحه في الجوتة وكذا، من بعد عيطوا عليا قال لي وجدوا لي الاوراق، حتى شي اداره ما دخلتش ليها، وجدوا لي الاوراق ديال الدفن وديال الترونسبورت كذا باش توصلها وكذا، وقالوا لي غادي تديها تدفنها. ملي ديت انا الجوتة وصلتها دفناها، مشيت عند الراجل قلت له راه غادي نمشيو باش نقدموا الشكايه للوكيل العام، الوكيل الملك، باش يديروا البحث على هذا الشيء هذا، راه عندي شكوك في هذا الشيء، راه بنتي ما غاديش تقتل راسها، انا عارف تربيتها وعارف كيفاش دايره، عزيز عليها فاميلتها، عزازين عليها ولادها، عزازين عليها خوتها والوالدين ديالها، ما عندها مشكل، بنت صباره فرحانه، قاريه فاهمه، قاريه 35 حزب في القران، كتصلي. من بعد سيدي قال لك هو جا واحد خالو قال لي ما عندك ما تبحث، قال لي بنتك راه بقات في السبيطار طافي ليها الضوء في القلعه حتى خنست، ما عندك ما تفحص. قال لي قلت له لا ضروري انا غادي نمشي نبحث على هذا الشيء هذا، قال لي الا قديتي على وخزو هو وملوك ها انت ها هما، اش كيكون هادو خزو هادو ملوك؟ لا ما سميهم غير قول قال شي ناس. قال الناس هادو قال لك هما، قال لك زعما راه هما اللي مسؤولين على هذا الشيء هذا، قال لك الى قد عليهم انت ها هما. علاش هاد الناس مسؤولين هما بلا ما تسميهم؟ شنو هما مسؤولين ولا منتخبين ولا شاد الشيء هذا؟ برلماني من 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 الفاميله ديالو. دابا انتم تما الا تدخل شي برلماني ولا شي سياسي يقدر يقلب كل شيء. ما دار العام حتى وقعت ليها ولدو حرق السيد فقادير، قتلو وحرقو هاد السيد هذا اللي جرى على هاد المشاكل ديال بنتي، ها هو دار عليه العام وخلصو سيدي ربي. يا ربي السلامه. بلا ما تسمي غادي نستمروا، انت بنتك جوجتيها لواحد السيد هو شي فورد بوكلان، بنتك كتقرا القران وكتجودو، هو كي كانت التصرفات ديال الزوج؟ تصرفات انا سولت بنتي قلت لها واش ما عندك مشاكل مع هاد الناس؟ قالت لي يا بابا ما عندي حتى مشكل، وبنتي عندي فيها الثقه، اي مشكل واخا شي مشكل بسيط كتصوني عليا ولا تصيفط لي الميساج، داير لي انا التليفون، داير لي هاد ليميتي ديالي نوي، كتصيفط لي ميساجات، عندي معها الاتصال ديما، ومع خوتها خوها وخواتاتها، ما كتخبي علينا والو، اي مشكل عندها كتقولها لينا، عندنا فيها الثقه. ما هي ما عندهاش العقل كاع، ما عندهاش العقل اللي غادي يوصل كاع لهاد الحاله باش تقتل راسها، لا، عزازين عليها ولادها، ربات ولادها شي تربيه من داك الشهر، فيها الدريه ديال 6 سنين احسن من الناس ديال 50 سنه. المهم وعيا خويا
مش حيد مشات هزيتي الجوتات بنتك ما كانش مع راجلها ما جاش معاك انت شي مسؤول قال لك بان راه بنتك مقتوله ولكن سير دير التشريح ما وصلتوش لاقادير وقفوكم غير في الطريق دخلتوش لمراكش سي حامد لمراكش حد ما يتوري حد يتوري حبسوني فايتوري صافي بقات الجوته فايتوري بقات الجوته فايتوري واحد ساعتين وجدوا لي الاوراق هما ما سنيت حتى ورقه ما دخلت حتى شي اداره باش نقاد الاوراق باش نترونسبورتيها ندفنها هما اللي وجدوا داك الشيء جيت لقيت كل شيء حطوه فوق الكابو ديال لابيلونس قالوا لي غاتدي بنتك تدفنها ديتها دفنتها قلت انا مع هاد الحراره وصلت 48 دوغري خصني ندي جوتا ندفنها وعاد غادي نمشي نشوف وكيل الملك فوار دزات مشيت لوكيل الملك ها الشكايه اللي قدمت ليه معليش لا غير خلي عاش دا عندك وقول صافي تحمل مسؤوليتك انا اش كنطلب الشكايه ديالي كنطلب تعميق البحث ولكن للاسف ما تعمقتش البحث ودابا ليتما راهم تكرفصوا وانا راني مكرفصو مشرط والمراه عندي راها تسطات والدري عنده 18 سنه كيقرا في الباكا هو كيهضر مع راسو يهبل وهاد الناس هادو هما كاش دخل كيغنيو مع راسهم ما مسوقينش كاع البصر وهو ما ضر عليهم العام حتى خلصهم سيدي ربي مشاكل هادو راه تكرفصنا بزاف راه تمحنا بزاف وكان طالب نعم سي عمي انت كيفاش تعرفتي بين بنتك قتلها راجلها ملي دفنت انايا الدريه رجعت مشيت جبت البنات بناتها جبتهم لعندي للدار والبنات عندي فيهم الثقه مربين مزيان دريات ماضيين دريه ديال 6 سنين وديال 4 سنين عاودوا لي كل شيء قلت لهم شنو وقع لماما قالت لك راه ضربها بابا بالعصا فوق الراس قلت لها كيفاش دار ليها قالت لك راه جا كيوقف ويطيح وزعفات وتقلقات ومشات لماريو هبطات الحوايج ديالنا بغات باش تجي زعما عندي للدار قالت لك جاها من اللور ما شافتوش جبد معاها بالعصا من فوق الراس ضربها طيحها ملي طاحت من بعد قلت ليها شنو وقع قالت لي ملي طيحها قالت لي جبد واحد القب ديال المخواه ليها على وجهها هو زعما يحسبوا غتفيق ما فاقتش قال لك هزوها بربعه بهم طلعوها للطاج البروميير حيت هادشي وقع في الطاج في الريتشوسي طلعوها للفوق وعلقوها في واحد الباب ديال جوج مترو ودايرين واحد الكورده ديال تقريبا شي 20 متر ولواوها واحد العدد ديال الدوران لواحد الفوندو بنتي ما تقدرش دير داك الشيء وداروا ليها سريفه وعلقوها وداو عيطوا عليا هي ماتت من جويه لوحدها على ما قالوا ليا الدريات وما عيطوا عليا هما حتى الخمسه ونص جيت انا قالوا ليا راه قتلت راسها وانا هذا الشيء هذا كنطالب من المسؤولين كنطالب من السيد الحموشي وجلاله الملك يتدخلوا في هذه القضيه راه حنا تسطينا في هذا الشيء هذا راه خرجوا علينا هاد الناس راه هبلونا راه ما بقات عندنا الثقه في حد دابا راه حنا واصلين لواحد الحاله ما هياش هذا هو اللي كنطالب هذا هو طلبي كنطالب من جهه الملك يتدخل في هذه القضيه هذا يشوف حالتنا راه حالتنا حاله هذا هو اللي كاين اذا اخي متتبع الكامل هذه القصه من الواقع هذا السيد في اقليم تينغير قياده مسمريه بنتو عندها 15 عام جا واحد الشيفور ديال بوكلان شاب وسيم ابن المنطقه غادي يخدم هذيك البنت 15 عام ما جات فين توصل عندها 21 عام حتى ولدت ثلاثه بنت حامله القران كتب عليها الله ان الراجل غادي تكتشف بانه سكيري غادي يدخل واحد النار حسب ما يقول هذا الشخص هو سكران وتيتلاوح البنت ما غاديش تقبل غادي يتشادو غادي هذاك غادي يهز عصا حسب الاقوال ديال هذا السيد ديال وغادي يضربها هما في حالة غير عادية غادي تبدل البنت هنا تيقول هما يجيو بربعة وهزوها شكون اللي جا قلتي بربعة شكون هما أربعة؟ كاين هو وخوه وأمو وخالو إذا هو يعلم عائلته واللي يعلم عائلته هالجريمة غتكبر غادي عاوتاني كلشي يتورط أمو وخالو وعمو غادي يهزوا المرأة العروسة وغادي يطلعوها للبرميطاج غادي يعلقوها في الباب وغادي يقولوا بين تحرت ولكن الغريب في الأمر هاد السيد سمع شي بنتك أنت شكون اللي قال لك بان بنتك ما منتحرش؟ قالها لي انا قالها لي مسؤول كبير في سميتو في التحقيق وقالها لي القايد ديال المنطقه وقالوا لي راه هذا الشيء هذا راه ماشي هذا الشيء اللي كيقولوا الناس راه بنتك مقتوله ولكن من بعد دارت الوقت ولاو قالوا لك راه صحاب قالوا لك راه هي اللي قتل راسها وسميتو والتليفون
التليفون ديالها انا كندير ليها داك ليميتي، عيطات على اختها قالت ليها راه غادي تقضى ليا ليميتي ديال التليفون ما غاديش يكون عندي الكونيكسيون حيت كيهضروا في الواتساب. قالت ليها راه ما غاديش يكون عندي باش غنعيط عليك، راه جاني الميساج مع 12 غيتقضى الكونيكسيون، الا ما عبأ ليا بابا راه ما عنديش باش نعيط عليه. هما ناضوا مع هذيك 4:30 هكاك داروا الويفي ولاش داروا التليفون، صفتوا فيها ليموجي ديال باي باي باليد هكايا زعما راني مشيت، ولكن هي ما غاديش دير داك الشيء. لو كان عندها مشكل واخا يكون مشكل كيبغى يكون غادي تعيط عليا تقول لي بابا اش المشكل عندي راه غادي ندير، ولا ما هي ما عندهاش كاع، ما عندها قلب حنين، ما عندهاش كاع، ما غاديش توصل هي كاع لهاد الحاله باش تقطر راسها. فينا هما ثلاثه ديال الدراري اللي خلات سميت المرحومه؟ المرحومة سميتها تيشو عيشة. فين هي؟ فين ولاد عيشة دابا؟ ولاد عيشة راهم عند جداتهم ومين باهم، ولكن على ما كيوصلني في الأخبار مساكين مازال كيسولوا عليا عام وزيادة هادي، ومشردين ومكرفسين وموسخين ما بقاوش كي كانوا، وهذا هو اللي كاين. كان طالب من السيد الحموشي وكان طالب من سيدنا من جلالة الملك يشوفوا هذه القضية هذه، راه ما خليت أي باب لاش مشيت كيتسد عليا. مشيت أنايا للمدير الجهوي ديال الصحة من عندنا من مسمرير حتى للرشيدية، قدمت ليه الشكاية ديالي باش نقول له أودي أنا راه عندي مشكل مع الفريقو ديالكم في القلعة، راه طافي على الجود تا ما يزيد من 3 أيام، أشنو وقع؟ ما استقبلنيش السيد جا وسد الباب عليا، قال للسكرتيرة ديالو قول له يمشي للنيابة العامة، راه ماشي أنا اللي مكلف هاد المسائل، ما هو أنت اللي مكلف الصحة ديال الجهة، أنت هو المدير الجهة السي المدير. إخواني هذه رسالة لكل واحد حشومة وعيب وعراء، أن الواحد حتى واخا أنك تكون مسؤول ترى شي حاجة حاول تعامل نوعا من الإنسانية. راجل مسكين اللي بنته غادي تموت له وغادي يبقى تالف في وسط لي مورك، تيقول لك بأن حيت وقصنا في الطريق حطوا بنتي في واحد الفريكو اللي ما خدامش وقطع الضوء حتى صافي أن بنتي زرقات ما بقى فيها ما يتشاف، وبالتالي ما وصلتش لمراكش باش دير الشريعة. هادشي عندي عليه الخبر في الأخر السي حميد، الفريكو ماشي خاسر ماشي لا، مطفي طافيينو باش تخماج الجوتة باش ما يصيبوش صحاب الفحص ما يفحصوهم. وباش عرفت عاوتاني قال لي مولا بيلانس راه الفريكو ما خدامش، قالوا لي الناس اللي كيديروا لك في لوبيطال ديال ايتورير راه هذاك الفريكو فين تحطت هذه الجوته راه ما خدامش. هادشي علاش مشيت للمدير الجهوي باش نقول له اشنو وقع في الخدمه ديالكم في لوبيطال، وانت هو المسؤول على هذه الجهه، بغيتك تقنعني بشي حاجه اشنو هذه المشاكل. مالوغوزمون ما استقبلنيش، ما بغاش يستقبلني، وانا ضارب بالطريق كامل والصيف وشهر 8. الاخوان تنتمناو البارطاج تضامنا، وان شاء الله عايدكم غادي نستقبلوا مره اخرى، لان هذه رساله الى السيد وكيل جهه الملك والانسانيه ديالو، والحمد لله ان القضاء في جهه درعته فينات في الاونه الاخيره ابان على الحنكه ديالو والرجوليه ديالو، وخاصه في المهيار ديال واحد الامبراطوريه ديال عصابه البحث عن الكنوز بنواحي زنكوره. فنشيد بالمجهودات الجباره ديال رجال القضاء في المنطقه وخاصه في هذه الاونه الاخيره، فتنتمناو حتى من القضاء ان شاء الله ديال تنغير اعاده النظر في هذا الملف، لان هذا الراجل مسكين راه تيدور هنا في الرباصوص التسناقي. الله يحسن العوان، بنته تزوجات هي غادي يسمع هذا الاخبار، لان راجلها قتلها حيت جا سكرا حيت، وفي الاخر ان يقول لك تدخلت لوبيات سياسيه بالمنطقه ونحار في التحقيق. تنتمناو ان شاء الله باش البارطاج ديالكم غادي نحاولوا نستقبلوه مره اخرى، ونحاولوا ان شاء الله هذا السيد هذا عاود نحاولوا نحيوا هذا الموضوع تضامنا مع المرحومه اللي يجهل الاسباب ديال الوفاه ديالها. وهذه رساله لبناتنا، ردوا البال قبل من الزواج، وحتى الاباء يحاولوا يردوا البال، ماشي اي واحد جا تقول له هكا حاول تسول عليه، وحتى انت حاولي تسولي، لان ما هالت به الاوضاع. رحم الله عيشة، سميتها عيشة؟ عيشة عيشة أم 21 عام، أم ثلاثة ديال الأطفال رحمها الله وأسكنها فسيحة جنته وإنه وإليه راجعون. آخر كلمة الأب ديال عيشة اللي تيقول لك ما عرفتش كيف درتي حتى مات، شنو آخر كلمة اللي تقول؟ آخر كلمة كنعرف أنا باللي كنعرف اللي تدخلوا في هذه القضية وداروا هذا المشكل كامل، وعارف بنتي أنا باللي ما قاتلاش راسها، عارف بنتي باللي مقتولة، هادشي كلشي واصلني الخبار من جميع الجهات، درت التحقيق ديالي انا بلا سلطات ووصلت للنتيجه، وعارف التحقيق ب 200%، عارف شنو واقع في هذا الشيء هذا،
وهذا هو اللي كنقولوها احنا. مازال كنجريو على هذا الشيء هذا من 29 من نهار 19 في شهر 7 2021، وانا احنا مشرطين ومازال مشرطين ومازال كنقلبوا على ياخذ لينا سيدي ربي الحق والملك ديالنا ان شاء الله. راه انا انسان درويش ضعيف ماديا، ما عمري تعديت على حد، ما عمري دوزت دقيقه ديال الحبس. سائق مهني، خدمت مع الارمي، خدمت في جميع الجهات، جاهدنا على الدوله ديالنا، كنبغيو المغرب ديالنا، كنبغيو الملك ديالنا، ما كنتعداو على حد. حنا غير مساكين، حنا غير دراوش، بغينا غير حقنا يتخاد، بغينا غير هاد الجريمه يبان لنا الحق. بغينا البحث في هاد الشهاده، بغينا الحق، بغينا البحث يتعمق باش المجرمين ما باقيش يديروا بحال هاد الجرائم هادو. هذا هو اللي كنطالب ان شاء الله. الرقم ديال الهاتف ديالك؟ الرقم ديال التليفون هو سي العقاوي، تليفون 06 29 97 12 13. هذا هو الرقم ديال التليفون. الله يجزيكم بخير سي العقاوي. الاخواني، الغايه من هذه البرامج ان باش توصل الرساله ديال المظلومين. راجل اللي زعما ما يحسن العوان المسكين جاي من سين غير تيهبط في هذه الجبال هنا في الرباط في هذه البروده. الله يسمح لنا من حق الوالدين، وهذه رساله ديما لبناتنا ولادنا. ردوا البال قبل من الزواج وقبل ما تخطوا والديكم في هذه الحالات. نتكلم معكم حكومه حميد العقاوي هذه المره من وسط الرباط.